وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، في سورة الأنعام: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هذه الآية قال أهل التفسير فيها: قال المشركون للمسلمين: اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل هذه الآية كما نقل ابن كثير في التفسير: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ومن تأمل هذه الآية أن الله عز وجل قال فيها لنبيه عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين: قل أندعو من دون الله. فلما أتوا للمسلمين لكي يحرفوهم عن دين الله المستقيم ولكي يصدوهم عن السبيل، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. فكل من دعي مع الله عز وجل فإنه لا ينفع ولا يضر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال عن السحرة والمجرمين والدجالين والمشعوذين: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فما قدره الله عز وجل على المسلم وعلى العبد من خير سيناله ولا يصرفه عنه أحد، وما قدره الله عز وجل على العبد من ضر فإنه يصيبه ولا يصرفه عنه أحد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قل أندعو من دون الله، والدعاء عبادة عظيمة من العبادات التي ينبغي لكل مسلم أن يصرفها لله وحده جل في علاه، ولا يجوز له أن يتقرب وأن يصرف هذه العبادة لغير الله كائنا من كان، سواء كان هذا المدعو من الأنبياء أو من الملائكة أو من الأولياء أو من الصالحين أو من الجن أو الشياطين، فلا يستحق أن يدعى مع الله. ومن قرأ كتاب الله عز وجل يجد الأمر واضحا جليا بأن الله عز وجل ما أمر في كتابه بأن يدعى معه غيره ولو كان نبيا من الأنبياء. وعلى سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى:
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقول الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، وهذا الخطاب لكل من صرف هذه العبادة لغير الله. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أضل ممن دعا غير الله عز وجل وتوجه لغير الله عز وجل بهذه العبادة، يدعو غير الله وينده غير الله ويدعو الموتى والمقبورين ويدعو الشيوخ من دون الله رب العالمين، فهذا من أضل خلق الله على أرض الله بنص هذه الآية. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله كذلك في وسط آيات الصيام: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا أمر من الله أن ندعوه وأن نتوجه إليه بهذه العبادة العظيمة، كيف لا وقد خلقنا وأوجدنا وحفظنا وتولانا بنعمه الظاهرة والباطنة. الذي يدعو غير الله هذا ما قدر الله، لأن ربنا قال في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. شوف التحدي عظيم، ربنا قال ما بيخلقوا ذباب، ناهيك عن أن يهبوا الذرية أو أن ينزلوا الأمطار أو أن يتصرفوا في الكون أو يعلموا الغيب أو يفعلوا ويفعلوا هذه الأشياء التي تجد كثير من أصحاب الطرق يروج لها. قول لك شيوخنا يعني بيدوا الجن وبيعلموا الغيب وبينزلوا المطر وبيجيبوا الرائحة وحافظين الكون وكذبة. ما سمعت يقول قائلهم بيتكلم عن شيوخه، قال ديل الفراس للكون حراس والكون يحفظه الله ويصرفه الله، لا يشاركه في هذا أحد من الخلق ولو كان نبيا. قال الله تبارك وتعالى في خواتيم آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يعجزه ولا يثقله حفظ السماوات والأراضين، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا المفتري بيقول للكون حراس والبيرفع راسه ليه بواسه، وكم من كافر رفع رأسه وكم من عدو رفع رأسه، فلم نرى هؤلاء الشيوخ يحركون ساكنا إما أنهم من هؤلاء ويتبعون لهم أنهم أم أنهم لا يملكون شيء وما عندهم حاجة، ما عندهم أي حاجة، خدعوا الناس وأرهبوا الناس وخوفوا الناس بهذه العقائد وهذه الأشياء. والليلة يدعو الناس لهذه العقائد وما خجلان منها. الليلة بيدعوك يقول لك: إن جاتك مصيبة أمش قبة فلان، إن جاتك مصيبة أمش الزريبة، إن فاتك الحجاز ألحق أبو حراز، إن ألمت بك مدلهمات الأمور فافزع إلى أصحاب القبور. وكل هذا شرك بالله تبارك وتعالى، وإنما المفزع والملجأ إلى الله تبارك وتعالى الذي قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟
فربنا قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. قل أندعو من دون الله، دون الله الملائكة والرسل والجن والصالحين والطالحين والجن والشياطين، كلهم دون الله ولا يساوون الله، كلهم دون الله. السماوات والأراضين ومن فيها دون الله، لا يستحق أحد أن تصرف له عبادة من العبادات سوى الله. ولو كان نبيا مرسلا، ولو كان وليا صالحا، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. فالذي عرف الإسلام وعرف التوحيد فإنه لن تخدعه هذه العقائد التي يدعو إليها أصحاب الطرق الصوفية بكافة ألوانهم وأشكالهم، وسوف يأتيك البيان من كتبهم. ما يدعو إليه أهل التصوف اليوم هو سبب كل بلية في هذه البلاد. أي بلية في البلد دي نحن فيها، سببها سبب هذه البلية الشرك الذي ينشر في القنوات وفي الإذاعات وفي القصائد وفي الألحاء وفي المدايح وفي الأشعار باسم الدين. ربنا قال لو الناس وحدوا وآمنوا ربنا ينزل عليهم الأمن والأمان ويفتح عليهم بركات السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، كذبوا. الله عز وجل يقول نادوني، يقول لا، إنا بخض في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. السادة السادة أنا عبدا لكم نادى. ربنا يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. ديل برضو بيقولوا عندهم ناس بيبيعوا المطر، بيع ماها في سماء. ربنا يقول وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ديل قالوا، أي الصوفية قالوا كباشي كم أدى ولد كم حل عقد يربط ويحل في كل محل كم أدى طفل غير مسه تفل. والله ده سبب البلاء وده سبب كل مصيبة. هذه العقائد الفاسدة المفسدة التي أنشرها للتصوف وروجت عبر الألحان والقصائد والكتب والمطويات وغيرها. فمن عرف التوحيد فإنه لا ينخدع بهذه الأشعار ولا بهذه الطرق، فكل الطرق التي نصبت راياتها فهي طرق الشيطان. أي طريق شفت، أي طريق على رأسه زول غير النبي عليه الصلاة والسلام، ده طريق من طرق الشيطان. الدليل شنو؟ ربنا قال في سورة الأنعام نفسها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل يعني الطرق، الطرق يعني الطرق الصوفية والأحزاب الجاهلية والجماعات المنحرفة التكفيرية الخارجية والجماعات البدعية، كل هذه طرق على المسلم أن يحذرها، وعليه أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا أمر من الله، صراطه الذي بعث به محمدا عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بأن يغتفوا أثره. ومن يشاقق الرسول ومن خالف هذا الصراط فإن الله عز وجل وعده بولوج النار. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة والتابعون لهم بإحسان الذي ساروا عليه وهو الكتاب والسنة، فمن خالفه قال
قال الله عز وجل: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الرسول عنده سبيل وعنده طريق، لكن في كثير من الناس الليلة ما دارين الناس يمسكوا في طريق الرسول ويمسكوا في طرق صوفية ألفوها ناس يدعو بها إلى البدع وإلى الشرك وإلى صرف العبادة لغير الله. كثير من الطرق حرفوا الناس عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وطريق النبي واضح، لا فيه دلوك، لا فيه كشكوش، لا فيه رقيص، لا فيه نوبة، لا فيه موسيقى، لا فيه لعب، ولا فيه شيء من البدع التي يفعله هؤلاء، واضح. الله قال والرسول قال بفهم أصحاب رسول الله ده الطريق المستقيم، أي طريق غيره ده يقودك إلى النار. والدليل الآيات التي قرأناها: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا القرآن، القرآن هجروا، عملوا حجبات وعملوا بخرات وعملوه حراسات وعملوه يعني أشياء امتهنوا القرآن. كثير من هؤلاء، كثير من هؤلاء امتهنوا القرآن ودنسوه وحرفوه وكتبوه بالنجاسات لكي يتقربوا به إلى الشياطين. كان كده قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد أي نرتد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله إلى التوحيد. ربنا هداك للتوحيد، وربنا وراك إنه أنت ما خلقت إلا لعبادته، والعبادة هي اسم جامع، العبادة الصوم عبادة والصلاة عبادة والحج عبادة والدعاء عبادة والحلف عبادة والتوكل عبادة والطواف عبادة، فكل هذه العبادات لا تصرف إلا لله. فمن طاف بقبة أو ضريح فقد وقع في الشرك بالله، ومن تعلق تميمة أو حلف بغير الله فقد أشرك. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. التوحيد ده بيشرح قلبك. ربنا قال: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي للتوحيد، بأن يعلم أنه عبد لله لا يسجد ولا يركع ولا ينحني ولا ينثني ولا يخاف ولا يرجو ولا يتوكل ولا يذبح ولا يطوف ولا يصرف شيئا من العبادات إلا لله. ده التوحيد بيخليك وبيخليك راجل. التوحيد يجعلك رجلا لا تخشى إلا الله. عشان كده بتلقى أصحاب الطرق وغيرهم، الواحد كان جاته مصيبة، أول ما جاته مصيبة ما بيفزع لله، يمشي لرجال العيلفون، يا رجال العيلفون الأسرع من التلفون، ويا ود بدر من الفقر، ويا الصاد قاب، ويا البادراب أبقوا قراب، وما عارف لا يا ود عويس القلب الغنماء يتيس، وما عارف لك يا قب اللي فوق نادي هل الزوق، وقب الصعيد نادي عوض الجيد، وقب الشمال نادي بشمال، في كل محل نادى له راجل. ده السفيه خير مشرك بكل اتجاه. يعني كده التوحيد يجعل الإنسان شجاعا لا يخشى إلا الله، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، لا بعلق له ورقة لا حراسة لا غيره لا غيره. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. فالذي هداه الله عز وجل فإنه يسير في هذه الدنيا بأمر الله ويقف بأمر الله وبأمر رسول الله، ولا يقدم عليه على قول الله وقول رسول الله قول أحد، ولا يستبدل قول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام قول أحد كائنا من كان، لا شيخ طريقة لا شيخ زريبة لا شيخ شكانيبة لا زعيم
لا غير لا غير، المقدم عنده قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل مرسل وآله وصحابته وتابعي من واله. قال الله تبارك وتعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فإن الشياطين على نوعين: شياطين الجن وشياطين الإنس. شيطان الجن إذا ذكرت الله عز وجل نفر عنك وابتعد عنك، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورها. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالشياطين على نوعين: شياطين جن وإنس. وأكثر الذين ضل بسببهم شياطين الإنس أمثال هؤلاء الذين ألفوا الكتب وسطروا فيها العقائد الكاسدة الفاسدة التي من اعتقدها والله الذي لا إله غيره قد وقع في الشرك بالله عز وجل. من اعتقد هذه العقائد وقع في الشرك وفي الكفر بالله عز وجل. عشان كده ربنا قال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فإن الله عز وجل أمرنا أن نجتنب ونبتعد عن شياطين الجن والإنس. فشيطان الإنس مسلط وله طرق حار فيها أولو الألباب وأولو العقول، طرق ما أنظر يعني شيطانية إلى أبعد درجة، يدعو بها الناس إلى الدخول معه في طريقته ولا في حزبه ولا في غيره ولا في غيره، عنده طرق. عشان كده لا بد للمسلم أن يعرف هؤلاء فيحذره: شياطين الإنس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما خط مستقيما، قال: هذا سبيل الله، وخط على جانبيه خطوطا معوجة، قال: هذه سبل، على كل رأس سبيل شيطان يدعو إليه. عشان كده أي طريقة الليلة من الطرق الموجودة تلقى عندها زعيم، الطريقة التجانية بتاعت التجان، السمانية بتاعت السماني، الخاتمية بتاعت الخاتم، القادرية القادري، الركينية بتاعت الركيني، أما أعرف لك التسعينية بتاعت التسعيني، النقشبندية بتاعت النقشبندي، وكل هذه الطرق إبليسية، كل هذه الطرق إبليسية. الكلام ليس من أمزجتنا، وإنما بما كتبوه في كتبهم. وهذا كتاب، ده كتاب اسمه سراج السالكين. الكتاب ده مشتري من معرض الخرطوم الدولي للكتاب العام المعرض الفات ده. قال تأليف الشيخ أحمد بن إبراهيم الجبيل، ومعه كتاب البصائر تأليف مفتاح البصائر. قال تأليف الشيخ محمد بن الحاج نور تلميذ صاحب العرفان الشيخ محمد بدر. الشيخ ده كله في الكلام عن ود بدر، وده عندنا هناك في بلدنا جنبنا هناك، تسمع الجماعة كاتبين في العربية من وراء: يا ود بدر من الفقر،
فهذا كتابهم وسطرته أيديهم، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذا الكتاب فيه ضلال مبين. في الصفحة 114، في الصفحة 114 يقول المؤلف: لله ثمانية أولياء كمل. قال ربنا عنده ثمانية أولياء كمل، وهذا الكلام كذب. الأولياء موجودين، والولاية عندها شرطين. الولاية عند السودانيين إلا يكون عندك دلوكة ونوبة وتلبس لك لبس معين وكذا، وعندك يكون أتباع وعندك مسيد. لا، الولاية ممكن تكون شغال في السوق ولا من أولياء الله، ممكن تكون سواق ولا من أولياء الله، كمساري ولا من أولياء الله، تاجر بتاع خضروات ولا من أولياء الله. طيب ليه الناس بيروجوا لبعض الشخصيات؟ ما في شخصيات معينة في البلد دي بيقول لك ده ولي وده ولي وده ولي، وانت شنو؟ بيقول لك والله أنا تابع له. تابع له يعني شنو؟ بيقول لك يوم القيامة بحلنا، ويوم القيامة بقطعنا الصراط، ويوم القيامة بنجينا، وكان نقصت لي حسنة بالديني يا هزول. كله جوا الكتاب ده. أنا شوية بقول لك الكلام ده واحكم بعقلك على هذا الكلام. أصل مقياس الكتاب والسنة ده كلام فاشل وكلام باطل وشرك وكفر وضلال، وما بخش إلا على زول يعني مغفل. فقال ربنا عنده ثمانية أولياء كمل. هو باقي الناس زي شنو يعني ثمانية أولياء كمل؟ أربعة في اليمن وأربعة في السودان. شوف الأربعة في السودان، قال الأربعة في السودان منهم الشيخ ضفع الله ابن أبي إدريس رضي الله عنه، ويا طريقة صوفية شيخهم يقول لك رضي الله عنه، رضى عنه. لا النبي قال الزول ده ربنا رضى عنه، ولا ربنا قال أنا رضيت عنه، بل كلامه يدل على أنه يعني ممن يوجب أن يسخط الله عليه. أسمع كلامه، قال إدريس ودى الأرباب أفركة، قالوا عند ضفع الله، قال إدريس ابن رضي الله عنه اسمه عند أهل الله مصوبا الحضارات، وقد جر الشمس مع الملائكة 40 سنة. ده نمرة واحد. شوف ضلال الصوفية. وبعد البلد ما ماشى لقدام كله لأنه ده القاعدين والعقائد دي منتشرة ما بتمشي لقدام. قال وله من الكرامات ما لا يحصى، ومنهم الشيخ إدريس ابن الأرباب رضي الله عنه، أكرمه الله بفركة من لباس الجنة. إدريس الفركة ده قالوا ربنا أكرمه بفركة من لباس الجنة، وكذب، كله كذب سا، والله كذب، لا يدخل إلا على المغفلين والحمقى. التالت قال ومنهم الشيخ حسن وتحسونة رضي الله عنهم، قال وبطره الله بطرا جزيلا جميلا، ألان الحجر لقدمه وأحيى الأموات بسره. ده قالوا بحي الأموات وكذب. وين هسه؟ هو حي ولا ميت؟ هو ميت. إذا كان يحيي الأموات لماذا مات؟ كذب وافتراء على الله عز وجل. ونحن بنعرف إنه الذي يحيي ويميت هو الله تبارك وتعالى وحده جل جلاله. قال ومنهم الشيخ الطيب البشير، ده شيخ شيخ الطريقة السمانية التي ينتسب إليها عبد الرحيم البرعي صاحب الزريب البجادي، وفتا عنده أتباع لا يعلم عددهم إلا الله. قال والشيخ الطيب البشير رضي الله عنه ربنا ملك الكون 33 سنة ما نقص منه جناح بعوضة، قال وحتى أن ملك الموت إذا أراد أن يقبض روح رجل استأذنه. دي العقائد التي في كتب المتصوف، والبلد ما بتمشي لقدام والعقائد هذه تنشر. جايب لنا واحد قبل أيام اسمه الجفري، هذا الرجل الضال المنحرف المبتدع الذي يقول الولي ممكن يخلق الجنين جوا بطن أمه،
ممكن قال في واحد اسمه الدسوقي خاطب ربنا، خاطب النبي، قال خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، خاطب الله، وقال أن يعني الولي يمكن يقول للشيء كن فيكون. ده جفري جابينه قبل أيام وجابوه جماعة في وين وين وعمل له محاضرات ونشروا له هذا الباطل وهذه العقائد الخربة التي من اعتقدها كان من أهل الشرك بالله عز وجل. نأخذ نموذجين إن شاء الله، وإذا كان في تعقيب أو بقية كلام نترك المجال ونفسحه لأخانا الفاضل آدم الزبير، آدم النيجيري حفظه الله. قالوا في الصفحة 75، في الصفحة 75 قال أربعة فرض على الشيخ للمريد. قال في أربع حاجات لو كنت تابع للزول ده، في أربع حاجات يعمل لك. قال الأولى يحضره عند الموت. انت إذا كنت تابع للزول ده لما تجي الموت بيجيك. قال يحضره عند الموت يلهمه الشهادة. يا ناس هذا الكلام يخالف القرآن والسنة. القرآن الكلام يخالف القرآن والسنة. قال والثانية عند سؤال الملكين يلهمه الجواب. لما يدخلوا جوا والملكين يسألوا من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ قال الشيخ بيجاوب بالنيابة عنك وهذا كذب. قال الثالثة عند الميزان يرجح له الحسنات. إذا أنت قلت يوم القيامة لو نقصت لك حسنة يرجح لك الحسنات. قال والرابعة الرابع عند الصراط يسهل له الجواز. إذا كنت تابع للزول ده الأربع حاجات دي، الرابعة قال لك بيقطعك الصراط. وربنا يقول وإن منكم إلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالإنسان يمر على الصراط بحسب توحيده وإيمانه بالله. أما المشركون فهؤلاء يتهاون ويتساقطون كما تتساقط الفراشات في النار، لأن عليه خطاطيف وكلاليب تخطف أهل الشرك وأهل الكفر. كل هذا الكلام وغيره وأضرابه في هذه الكتب. وآخر نقطة في الصفحة 155، في الصفحة 155 يقول سألوه سؤال، قالوا هل يعرف التلميذ شيخه يوم القيامة؟ فأجاب قال وسألته رضي الله عنه أيعرف التلميذ شيخه يوم القيامة؟ قال نعم، لكل ولي طبل يضربه يوم القيامة وكل مريد يعرف طبل شيخه فيأتيه. يعني يوم القيامة بطلع دلوكة يدقه، ديل دارين يعملوا إزعاج يوم القيامة. هؤلاء القوم يعني المتصوفة أرادوا أن يضربوا الطبول، وربنا قال في ذلك اليوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ربنا قال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وغيرها من الآيات التي أخبر الله عز وجل عن هول ذلك اليوم. ربنا قال وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ومنها قول الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما كسبوا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ومنها قول الله تبارك وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء
تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هذه العقائد وغيرها من عقائد الصوفية تجعل الإنسان إذا اعتقدها من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة، فعلى المسلم أن يتبرأ من هذه الطرق وأن يكفر بها وأن لا يعتنقها، لأنها تخالف صريح الدين، ولأنها تخالف كلام سيد الأولين، ولأنها شرك بالله رب العالمين، عليه أن يغتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام. وطريقه واضح لا غبار عليه ولا شيء شوب فيه، فعلى الإنسان أن يسلك طريق النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده نحذر المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين من هذه الطرق، والله الذي لا إله غيره. هذا الكلام من كتبهم، وفي كلام أكبر من ده، في كلام أنا ما ذكرت الآن المجال ما بيتسع. يقول قائلهم: أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب إجمالا وتفصيلا. كله يقوله أصحاب هذه الطرق، كفر بالله وزندقة وإلحاد يدعو إليه هؤلاء. عشان كده الناس تكون حريص ما تتغش في دينك، عقيدتك أولى من نفسك وأولى من مالك وأولى من أهلك. عقيدتك دي رأس مالك اللي بتنجبها يوم القيامة، عقيدتك دي هي التي بسببها يشفع لك النبي عليه الصلاة والسلام. ومهما كان عندك من المعاصي عسى الله أن يغفره لك، أما إذا جاء الإنسان بالشرك فإن الله عز وجل يحبط جميع أعماله ويخلده في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد قال الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك هو دعاء غير الله، الحلف بغير الله، الطواف بغير بيت الله، تعليق الأوراق والتمائم والصور والحروز والخروز، كل هذا من ضروب الشرك. والاستغاثة بغير الله بالموتى وبالجن والشياطين، كل هذا شرك بالله عز وجل. فعلى المسلم أن يتخلص من الشرك صغيره وكبيره، لأنه محبط لجميع الأعمال. وفي حديث قدسي قال الله عز وجل فيه، يرويه النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بغرابها مغفرة. هذه بشرى عظيمة لأهل التوحيد. فعلى المسلم أن يتعلم التوحيد وأن يعلمه أهله. وبلدنا السودان ده كل ولاية السودان دائرة توحيد، كل ولاية السودان دائرة توحيد، لأنه أهل الشرك شغالين. قبل فترة جاء حامد الصوفي جاء هنا في البلد دي، وجوا أخواننا جزاهم الله خير ردوا عليه، ومشى مروي أخواننا مشوا هناك برضه، وفات كسلة وغيره وغيره من البقاع، يجوبون البقاع ليضلوا العباد وليسقوهم الشرك بالله عز وجل، والله الذي لا إله غيره. عشان كده الناس تكون حريصة. جزول قال لك ممكن تدعو غير الله، قل له ربنا قال في القرآن: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قال لك علق تميمة، قل له الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال لك يجوز الطواف بقبة ولا بقبر، قل له ربنا قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. ما تتغشى كله زي ما بتخش السوق تقلب ده قماش سمح وده قماش ما سمح ودي خدار سمح وخدار ما سمح. عقيدتك دي احرص عليها اكثر من نفسك، ما تتغشى فيها ولا تساوم فيها. يجي واحد، والناس السودانيين الا من رحم الله بوسطه، لو جاء واحد في السوق فرش له حجبات، ده حجاب السلاح وحجاب العقرب وده حجاب ما عارف العكاز وحجاب السكين وحجاب الطلقه، يقول له بكم ده؟ ده ب 500، بعد شويه 100 200 لحد ما يوصل ب 50000، والناس بتشتري ولا يعلمون أن هذا من الشرك بالله عز وجل. عشان كده قال:
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. ونحن ندعو الناس إلى الهدى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا ندعوهم لجماعة ولا لطائفة ولا لفرقة ولا لحزب ولا يعني جمعية، وإنما ندعوهم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه دعوة الأنبياء والرسل، ندعوهم إلى هذا. ونحذرهم من كل جماعة، كل جماعة بلا استثناء، كل جماعات الآن في الساحة نحذر المسلمين منها، لأن الله عز وجل ما أمرنا بأن نسلك جماعة ولا طريقة ولا حزبا ولا غيره ولا غيره، بل أمرنا بأن نلتزم بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي الإسلام كله. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى الصلاة. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.